قيادي حوثي: السعودية تفجر 3 قنابل فلنتابع. تفاصيل الخبر: أهلا بكم. كتب خالد الرويشان مقالا عن 3 قنابل تفجرها السعودية اليوم في تغيير سياسة علاقاتها الدولية باتفاقها مع إيران وزيارة الصين ومباحثات سرية مع الحوثيين في صنعاء. وقال الرويشان في منشور له على صفحة فيسبوك هذا نصه: قنابل 3. بعد زيارة الرئيس الصيني للرياض قبل أسابيع، السعودية تفجر اليوم القنبلة الثانية. عودة العلاقات مع إيران: بينما كان العالم ينتظر ضرب إيران في أي لحظة منذ أسابيع، وقد كانت السعودية أهم المحرضين منذ سنوات، حتى إنها خاصمت الولايات المتحدة ورئيسها بسبب ما تعتقده تهاونا مع إيران، إذا بالسعودية اليوم تفجر مفاجأة جديدة بعودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران وبإشراف صيني. وهذه القنبلة الثالثة ومفاجأة على الأقل في نظر الشعب اليمني الحائر الصابر والذي يتساءل مرهقا وهو يعاني سكرات الموت: ماذا تريد السعودية؟ والبعض يغمز قائلا: يبدو أن السعودية في طريقها لترتيب اتفاقية رياض جديدة هدفها هذه المرة شرعنة الحوثي عربيا ودوليا.